في اضرار ديالي، في اضرار ديالي. البنى التحتيه تقريبا هلا جهزناها، يعني شبه جاهزه 90%، بس الشبكات الهوائيه هلا عم نجهزها. كل الاحوال بالنسبه لورشات العمل اللي عم تشتغل لابد من متابعتها لحتى يكون انجاز سريع. اكيد سياده الرئيس، ما نشتغل مثل انه الوضع عادي. لا وضع وضع استثنائي دائمين، نحن معهم يوميا. كل الاحوال نحن ضمن الامكانيات الموجوده حاليا لابد من وضع جدول زمني. وبها جدول زمني ممكن يصير في متابعه ومتابعه بكل اتجاه بكل اتجاه خطه وخطه شامله. ونبلغ الناس لحتى المواطنين يعرفوا ايمتى ممكن يرجع الحياه الطبيعيه إذن مشاهدينا الكرام، كانت هذه الصور الأولى لجولة السيد الرئيس بشار الأسد لحي بابا عمر، وتابعناه يعني يتجول في شوارع الحي وأيضا